مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد لعرضه وعليها الكلام. وهذا الأسبوع رانا في ولاية بومرداس اللي معروفة بناسها الملاح وجمال طبيعتها والأطباق بين حاجة شابة. وهذا الأسبوع راح ندوقوا ملح بومرداس افيك كات نوفو كانديدا. شكون من؟ كريم، يسرى، حياة، فاتحة. في نهاية الأسبوع راح يكون واحد فيهم الفائز هذا الأسبوع، ولما لا راح تكون عنده عرضه وعليها الكلام. واليوم أنا معروضين عند كريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مدينة بودواو. معكم شاف كريم دحماني، أب لطفل 30 سنة. العلاقة تاعي مع الطبخ، طبخة عندي صافي 12 سنة خدمة فيه. ملي كنت صغير وانا نحب نخدم الطبخ، شاركت في هذه عرضة وعليها الكلام بيسك انا حبيت شغل في الدومان هذا نزيد نبان، ومام حبيت نعيش تجربة هذه. والوقت اللي رانا فيه الحياه المهنية تاعنا راهي تدور هكذا في بيبليكاسيون تبيبلي واش راك تخدم. الميني تاعنا اليوم ميني تاع الصيوفي وميني ثاني تاع نصو يخدموه في العراس ونصو نخدموه في الغاسترونومي. خدموه في شغل خيرت، ما خيرتش زعما ميني واحد، خيرت زوج لي ميني قسمتهم، نص خدمته راهو يمشي في العراس ونص الدوزيام راهو يمشي في لي ريستورون او يمشي في لي زوتيل. حاجه اللي نحبها في الطبخ عندك نحب لابريسيون، لابريسيون في الطبخ نحب لابريسيون، باسكو لابريسيون كي نخدم في لابريسيون نحس روحي بلي صح راني نمد كاع واش كاين وراني نخدم وراني نمد كاع واش كاين من قلبي. حاجه اللي ما نحبهاش في لاكويزين مول كما نقولوا مول الحفله ولا مول الاخر اسمو يجيب لي سلعه اللي ما تعجبنيش كاع. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندنا في بلدية بودواو راهي عندنا اليوم حصة عرضة وعليها الكلام. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم الأطباق تاعنا اللي خيرته أنا، عجبني بوكو بلوس دوموندي وهو اللي في العراس. عندنا الطبق تاعنا اليوم اللي اسمه ليكويز فارسي يونداشي. اليوم كريم بدنا بالطبق الرئيسي بولي رولي فارسي، وهذا الحصة قريب تولي بولي رولي فارسي وعليها الكلام. هناك راح اليوم راح ندريسيو، عندنا نبداو لي بات. هاد لي بات درناهم لا غارنيتور راح يكون فيها لي ليغوم سوتي ومقارون غراتا. وكريم راهو شويه مستريسي والف ستريس تاع العراس الله غالب. وعندنا ليغوم سوتي، عندنا ليغوم سوتي درنا لا كاروت وغورجات اريكو فار شويه معدنوس ودرنا شويه ثوم صوطيناهم بالزبده والزيت درنا لهم شويه زيت زيتون. نحطوا الفارسي ديالنا. عندنا لاصوص تاعها صوص بلونش تجي فيها شامبينيو. اي لاصوص الوعره ياه. وشنو هو سر هاد لاصوص كريم؟ عندنا لاصوص تاعها شامبينيو هذه نخدموها ب لاصوص اللي طاب فيها البولي نميكسيوها مليح نصوطيو الشامبينيو ونحطوها من الفوق ونديروا له شويه رشه شيدار. نديروا له البيرسيل معدنوس. توجور نبداو بلي بات. نزيدو ليغوم صوتي وراح نكملو دريساج تاعنا تاع الطبق الرئيسي ومن بعد نزيدو لي صالاد اللي بقاو لنا. لو بلا برينسيبال راه واجد ومدريسي. اليوم افر لي صالاد قال لك. بعد ما كملنا الطبق الرئيسي عندنا لي صالاد هاملك. عندنا صالاد سيزار خيرت انا شوروج ديكوراسيون بغيت نديرو بحاجه باش على لي كولور. لونتخي قال لك سلطة سيزار. سلطة سيزار ما فيهاش الباتية. لا لا هذاك بولي فيمور. فيمي. فيها فيمي بولي ودرنا فيها شوية سلطة فيرت وأون كارتي الطومات ودرنا فيها لي زونشوا. وعندنا بريوات درت لهم داخل فيونداشي أون صوص بيشاميل
ودرنا لهم شيا فرماج. فوالا رانا كملنا دوكا لاصالة تاعنا، ان شاء الله تعجبكم وتعجب الجمهور تاعنا ان شاء الله. هكذا ما تبقى لنا غير التحلية. لونتخي اللي وجدها لنا كريم كي تشوفها متعة. انا عجبوني هذوك البريوات الله الله. هيا نروحو نكتشفوا كيف كيف الديسير. دوكا رانا مع التحلية تاعنا. هاليك شي هاد اللاع كريم قال لك لونتخي ان شاء الله تعجب الجمهور، وفي الديسير جاب لنا محبوب الجماهير عبد الله والكنطالو فقوس، شويه بطيخ، شويه لي سوريز، هنيك نزيدو الكيوي. ومام الكيوي تاع 40000 الكيلو حاضر في الديسير. عندي ثاني تصفه هاليك درنا فيها طعام، خدمناها بشويه مكسرات وشويه عسيله ودرنا له شويه كيوي. ايه احنا قلنا الديسير خفيف وخلاصت بالبلاطر الجبس بالعسل تاعنا، ومع ليا غير نوجد الطابله تاعنا ان شاء الله. يعطيك الصحه كريم، ضيافنا راه عند الباب ورام متشوقين باش يكتشفوا اللغز. هيا تفضلوا. مرحبا. مرحبا بكم معايا في داري. تفضلوا عندنا لي صالاد اللي خدمناهم قوتي وشوفوا يزيدكم الله ان شاء الله. كيما قلنا لونتخي صالاد سيزار، بلا ما نساو البريوات الواعرين. صحتكم. نبداو بيسرى اللي تبان شريره بصح ما شكيتش شريره. واش رايك في السلطه يسرى؟ صلصه سيزار ديالو كانت بنينه، ما عجبني الدراساج ديالو، خلط فيها الكولور. صوص سيزار ديالو بنينه، التتبيله تاعها بيا، شويه جات مالحه مي جات بنينه ماشي حاجه. بطاطا نعم انا عيطت بطاطا. هذه فيها فورماج جودا وفيها فيمي دو بولي وفيها سلطه بلي كروتون ولي زونشوا. درت لها سلطه فاري ودرت لها ديكوراسيون. فتيحه قالت لك لا سلاد ما عندها ما تقول. سبقنا لا سلاد، لا سلاد عجبني دريساج، زدنا دقنا فريمون بنينه مليحه، ما عندي ما نقول. فاري لي كولور، باش تحسي الكولور. اي والله فاري لي كولور. كيفاش جات لا فينيغرات ديالها؟ الفينيغرات ديالها طلعتها بلا مونطارت ودرت لها بزيت تاع لي زونشوا وزيت زيتون وملح وفلفل بيض على ماك وشويه خل، شويه خل باش تجي. حياه واش رايك في السلطه؟ كانت السلطه تاعو بنينه الله يبارك، حاجه جات بالنسبه لي مليح. كاين شرط ما نسير بكم شبلا برينسيبال حتى تكملوا السلطه تاعكم. وعندنا ثاني بريوات. كيفاش خدمتهم هادو بريوات؟ فيهم داخل لافارس تاعها فيها درت لها فيون داشي وفرماج ودرت لها شويه فرماج و ما عندنا صوص. انا معك. دوق. تفضل. حان وقت البريوات. يسرى حكمت البريوات بزوج يديد. وسمعت تقرميشه. واش رايك يسرى؟ البريك ديالو اللي دارو بنين، لافاس ديالو قنادتها فاصون ديالي، نورمال يجوب كروفات، مي هو دالها فيون داشي، جات بنينه طيبه بيا، ممكن تدوقها شغل تحس بالقرمشه ديالها في فمك، بنينه ما شاء الله. فيها ساندي شونر فيون داشي؟ فيون داشي جات بنينه يعطيك الصحه. صوص بيشامل و كابونغو. فتيحة واش رايك في البريوات؟ البريك حنا صح زمان كنا نديرو بوراك فيون داشي، دوك كي زاد تقدم الطياب ولينا نديرو بولياشي، ساعات نديرو فيون داشي، مي هو خلاه عادي بك، زاد له اللمسة تاعو هذيك اللي سقسيتو عليها عجبتني. تمد انا غير كوش ورايح شغل حقروسية تاع البنة. هي جينيرالمون بريوات يمشي معها كروفات بيبي، كروفات بيبي. وانا شغل بدلتها حبيت ندير فيون داشي. شونجمون فاس ديالك؟ لافاس ديالي درتها فيون داشي. جينيرالمون بريوات تمشي مع كروفات بيبي. صحيت يعطيك الصحة. نقدر نقولوا بلي واحد ماش كامل لونتخي، لا صالات قوة والبريوات معنا ما نهضرو. القرمشة وقتها لو بلا برينسيبال. فوالا هاوليك بلا برينسيبال تاعنا، عندنا بولي فارسي
غارنيتور درنا له لي ليغيم و ولي بات درتها بيشاميل شويه فرماج. تفضل. بولي درت له؟ بولي دخل فرسيتو فيون داشي فرماج. هاو يبان لي شهي يعني يا. بصحتكم. يسلمك. فتيحة من الرفدة الأولى قالت له بنينة بالبزاف، وهذا واش راح تقول لنا؟ طبق رئيسي كان طبق صيفي، تاع الموسم هذا الصيفي ما شاء الله بنين، الكغاتا هذاك ما شاء الله جا خفيف، و بوكو بلوس عجبتني الخضرة هذيك، ليغوم هذيك قعدت حافظت على اللون ديالها. والبنة كانا مليحة ما شاء الله. مام لاصوص شامبينيو درنا لاصوص تاع البولي. لاصوص تاع البولي درنا شامبينيو. كيفاش خدمت لاصوص ديالك؟ لاصوص ديالي خدمتها عندك البولي فارسي هذا كي كان يطيب مع البصل والطماطيش طيبته في الفرن شي من بعد كي نحيت البولي تاعي نحيت لاصوص ميكسيتها وجوزتها في شينوا باش لي كران هذوك ما يجوزوش. ومن بعد صوطيت شامبينيون بالملح والثوم شويه معدنوس وخلطتها مع لاصوص كامل. تكبنينا يا بصح شكلها درت لها بولياشي ولا فيونداشي؟ لا فيونداشي. على حساب يسرى كلش بنين. طبق رئيسي قال دار لنا بولي فارسي صوص شامبينيون، جات بنينه لاصوص جات بنينه ميم الملحه ما ناقصه، ميم بولي ديالو طايب بنين، كي خلط له فيونداشي جا بيان. لي غارنيتو ديالو لي ليغيم سورتي بيان ميم لي بات ديالو بنان. الروعه ما عندي ما نقول بنين ما قال فريمون. يعطيك الصحه ان شاء الله عجبكم الحال عندي في الدار انا. لا يعطيك الصحه ومن من الماكله ما عندي ما نقول فريمون صافي بليزير. يعطيك الصحه. واش رايك حياه؟ كان رائع مليح عجبني. كان بنين طيب مليح. لا فارس تاعو ثاني بنينه هايله. وحاجه اللي عجبتني هي لي ليغوم تاعو بقاو عاطين الفون تاعهم ولا كولور تاعهم جات بنين. يا دار شك دايرين هذه سال انا دايرين الدلاع وفيق حاجه تاع الصيفيه موسم تاعها موسم تاعها لو بلا برينسيبال 100% عجبهم 100% بريك. ما بقى غير التحليه. تفضلوا الديسير تاعنا عليك. عندي سفه درنا سفه ان شاء الله تعجبكم كما عجبكم بلا برينسيبال. و برينسيبال واش نقول لك انا عجبني فريمون عجبني. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. صافي بليزير. يعطيك الصحه. السفه بون سفا واش درت لها؟ بون سفا عندك باين طعام درنا ودرنا له درنا له مكسرات حلوة الترك وشمخناه بالحليب والمزهر ودرنا له شوية سكر كلاصي وطعام يتفور كيما طعم الآخر فيه زوج تفويرات. تشمخت قبل ما تفورو؟ تشمخيه قبل ومن بعد كي تشمخيه ديري له شوية زيت وملح ملح شوية برك تفتحيه ومن بعد تفوريه هذه التفويرة الأولى ومن بعد تنحيه تعاودي له دوزيام طفويره كي ينشف تعاودي له دوزيام طفويره تما شتي كي تنحيه تشمخيه كي تنحيه الطفويره الاولى وتنحى تشمخيه بالمزهر وشويه حليب ومن بعد تخليه ينشف ما ديرلوش الماء ما ديرلوش لا دير له غير الحليب تشمخيه ما دير له كونتي الحليب ومن بعد كي تخليه يشرب تعاودي ترجعي الطفويره ومن بعد تنحيه ديري له شويه زبده فتحيه باش ما يتعجنلكش ومن بعد ديري له المكسرات تكوني ريحتيهم مليح تريحيهم مليح. يسرى واش رايك في السفه؟ التحليه اللي دارها قال لنا كيما شفتوا قال لنا دار لها الحليب والمزهر خلط لها عفسه جديده. احنا نقول ما كناش نعرفوا السفه بلي خلطوا لها حليب كنا نديروا لها الماء والمزهر مي هو كي دار لها الحليب والمزهر ولات بنينه ومامتو لو كان واحد ما يعرفهاش ما يعرفش بلي طعام هذاك شغل فيها بين الكود ديالو بين بلي لافاسو ديالو ومام ماما داك البلالي داروا لنا تاع لي فرويجه بنين شغل جا ديكور شباب حطها لي كولور وديري له شويه حلوه الترك معها تاع فلوس حلوه الترك تحبي ترابيها تحبي ترحيها معها انا رحيتها انا
كل مره كيفاه نخدمها، مره نرحيها مع مكسرات، مره نرابيها، كل مره كيفاه. هذه هو الدريساج تاعك، يعني كل واحد يديريسي كيما جستو. حبيت نسقسيك في هذه النقطه، كاين اللي يدير الصفه الشمخه بالماء وحدها، ايه مع الاول شمخيها بالماء حتى تخلص، حتى تخلص شويه ثانيه شويه ثالثه. مين قلت لي فورتها زدت شمختها بالحليب والمزهر. بالحليب والمزهر، علاش درت لها الحليب والمزهر؟ باش تمد على ريغو، تمد اريارغو و هذه جديده بالحليب، هذه ما نعرفوهاش. تمد اريارغو وثاني تما مزهر مليح. اي مزهر تاع تاع الحاجه الحلوه والمساله. لا انا بازيت بوكو بلوس على الحليب. فتيحه واش رايك؟ السفه دخل لها لمسه، احنا نعرفوا السفه شمخو طعام عادي بالماء، بعد نديرو مكسرات حلوة الطرق نديرو كاع ميعجو، هو زاد لها هذيك اللمسة ديالو. عجبتني كي دار لها، خاطش كي دوق دوق انا غياغكو شغل المزهر وهذاك الحليب مع والله ما فتلو بلي حليب عنده انا غياغكو جديد، تسمى دار اللمسة ديالو، دار اللمسة عجبتني. خدميها بالحليب ورجعي لي بالحليب. ديجا هاي قدامك راكي تدوقيها. لا عجبتني. انا سقسيتك كي دقت المغرفة الاولى جاني ان غو سبيسيال. على بالي سقسيتك. شمخيها بالحليب هكذا ولو تخدموها هكذا ان شاء الله يبارك فيكم. واش نقول لك؟ ما عندي ما نقول، كل حاجة جات ما شاء الله، سورتو هذه عجبتني هذه تاع الحليب هذه والمظهر مدت غو واحد اخر كاع. لا جينيرالمون انا موافقين نذوقوها. احنا واش نحوسو؟ نتبنوا مع لوش نتبنوا، ولا نتبنوا غير حلوة المكسرات. اي والله دوك هذيك زادت تمد تقول واحد اخر. مدة تقول واحد تبدل كاع كو ديالها. انا شونجي كومبليت في الفلوكو يا غير فريمون. حياة السفة كانت ما شاء الله مليحة، عجبنينا العرضة تاعك، يعطيك الصحة بارك الله فيك. ربنا مزية ما عندي ما نقول، كل حاجة جات بالطبع والشعر الحمد لله. واش نقول لك؟ والعراضه الثانيه وين حتكون غدوه ان شاء الله؟ مرحبا بكم غدوه ان شاء الله. بك وهلا ان شاء الله. ان شاء الله. يكملوها ولا كاين لي ديسير تاعنا بالله. كيوي تما لي فروا حاجه تاع الصيف، هذه اللي حاجه اللي راهي كاينه دوكا. عندك الدلاع كريم يعطيك الصحة، ضيافنا عجبهم بزاف الحال وخلاصت بالدلاع من لونطري حتى للتحلية كلش فور، لو كان نتبعو واش كانوا يهضروا نورمالمون كاع تسعة تسعة تسعة. هادي ما على باليش، مالا وقتها لنات. لا بروميير نوت يسرى، العرضة ديالو بصفة عامة ما شاء الله عجبتني، استقبلنا بابتسامة عريضة، كانت مليحة يعطيها الصحة، وعلى هذا نعطيلو 8.5. 8.5 من عند يسرى. لا دوزيام نوت حياة، العرضة كانت الله يبارك استقبال مليح رائع يعطيه الصحة، نشكره على الاستضافة، نعطيلو 8.5. كيف 8.5. اي اونفان فتيحه، واش نقولوا؟ عجبتني كل حاجه عجبتني ما شاء الله يعطيه الصحه. انا نبوم وانا نعطيلو النف. هاي الهضره 9 نقاط من عند فتيحه، نقدر نقولوا بلي بدات مليح هذا الاسبوع. غير 8.5 9، وغدوه ان شاء الله رانا معروضين عند حياه اللي راح تسيد تكون الفائزه تاع هذا الاسبوع، ولما لا تكون عندها عرضه وعليها الكلام. يتلاقاو غدوه ان شاء الله. يعطيكم الصحه اللي تبعتونا، تبقوا على خير.